حنوعدكم مشاهدينا مع نيتشر، واليوم معي الضيف دكتور يوسف الريس من كلية الهندسة جامعة الروح القدس الكاثوليك. صباح الخير. بونجور ستيفاني. بما انه هلا موسم العنب، والعنب شو بنقول المبيد كمان اكيد، بدنا نحكي اليوم عن الفاندانج، قطف العنب. قطف العنب يس. كيف بنقرر امتى فينا نقطف العنب كرمال المبيد؟ نحن بنعمل المبيد، نحن الموسم هلا موسم العنب، واجمالا عندنا بنبيد اكثر شيء، يعني الديستيني بنعمل نبيد لبعدين. هلا في عندنا كذا كريتيريا نحن بنقرر عليهم. هلا في طرق كثير تقليديه منا علميه شوي صغيره، بس انه في كثير طرق تقليديه بيستعملوها كانوا الجدود والقدماء. في منهم بيقولوا انه من بعد ما يلوح العنب ب 100 يوم لازم ينقطف، يعني بيعدوا 100. شو يعني؟ يعني بس يغير لونه للعنب، مثلا العنب الاحمر بس يبلش يبين لونه الاحمر، لانه هي العنبه بالاول بتكون لونها اخضر بس بلش تكبر. كل الانواع؟ كل الانواع. اوكي. بس بلش تلوح بتصير لونها احمر، احمر او الابيض شوي على اصفر، بعد 100 يوم، بعد 100 يوم اجمالا ببلشوا يقطفوا. اوكي اوكي. هيدا الطريقه شوي تقليديه. في بعض الطرق شوي كمان اكثر تقليديه، في منهم كان يعدوا من القمر تبع عيد الكبير، عيد الفصح. اوكي. بيعدوا 170 يوم وبيقطفوا. اوكي. فاذا هذه الطرق الشوي التقليديه القمر البلان لون. بلان لون. اوكي اوكي. يعني بيعدوا من اول القمر، يعني بس يعدوا اول القمر، يعني اول ما ببلش يعمل الكريسون الهلال الصغير ببلشوا يعدوا ل 170 يوم. هودي كانوا طرق كثير قديمه. هلا نحن اكيد مع العلم وتطور العلم في عندنا كثير طرق جديده. هي اهم شيء نفحص السكر ودرجه الحموضه، يعني الاسيديتي بالعنب. في طرق اكيد. وفي عندنا بارامتر ثالث بالعنب الاحمر اللي هو بنسميهم البوليفينول، اللي هن الماتيار اللي بتعطي الطعمه واللون للنبيد الاحمر. هيدي مجموعه المواد اللي بنسميهم بوليفينول، هي الفرق بين الابيض والاحمر، هن بيعطوا الفرق بين الاثنين. صرت نرجع نحكي عن السكر والحموضه. نحن بنفوت على الحقل اجمالا على كرم العنب، بناخذ سامبل، بناخذ ايشانتيون منه. في طريقه كمان علميه تاخذ الايشانتيون، بدنا ننقي مش من الاطراف الكرم، اوكي، لانه بيكون على طول في غلط بالاطراف الكرم، وبدنا نفوت بقلب الكرم من جوا، وبننقي احيانا اي حبوب يعني ايد، بس بدنا ننقيهم كمان بطرق مختلفه، يعني من كعب العريشه ومن راس العريشه، لانه كمان في فرق بذات العريشه اجمالا بين الكعب والراس، لانه بيكون نسبه الشمس اللي واصله على العريشه مختلفه، يعني كيف العنقود العنب معرض للشمس مختلف بين الكعب والراس. شو بيأثر؟ بيأثر على درجه الحلاوه ودرجه الحموضه. حلاوه. اوكي. لانه هي يعني هي الحراره الشمس بتخلي يصير في العنب يستوي اكثر، يمكن او الكونسنتراسيون، يعني بيصير في كثافه للسكر من جوا، وبتحرق الاسيد، يعني بيوطى الحموضه بقلب. بس هلا نحن ما فينا نشيلهم كليا للحموضه، لانه بدنا توازن اذا بدنا بعدين بالطعمات بنبيت، يعني بدنا توازن بين السكر اللي رح يتحول الكول وبين درجه الحموضه، لانه بالتم بده يكون في بالانس، بده يكون في توازن. سو ناخذ السامبل ومنفحص بالمختبر درجة السكر ودرجة الحموضة، وللعنب الأبيض، للعنب الأبيض إجمالاً الرابور على بعضه لازم يكون بين العشرين والخمسة وعشرين، ومنقول إنه هون صار فينا نقطف، تما يصير في عندي، لأنه بنبيد الأبيض بننتبه إنه ما بدي يكون في كتير الكول، لأنه بعتمد على الحموضة شوي صغيرة تعطيني الفريشر. اوكي. البيض الاحمر باركونت لا، لازم يكون في عنده سكر اكثر يعني اكثر شوي صغيره من الابيض، من الاسيديتي. ايه، من الاسيديتي. سو الرابور اجمالا بيكون بين ال 30 35، حتى في اطلع فيه لل 40. اوكي. سو وليه كمان بنطر شوي صغيره اكثر؟ لانه كل ما بنطر اكثر كل ما راح يحلى العنب اكثر، كل ما راح بيصير في سكر اكثر، بس هي كمان كرمال يستوى ماده البوليفينول اللي حكينا عنها اللي بتعطي اللون الاحمر والطعمه للبيض. انا بعرف انه في الريزفيراترول كمان. الريزفيراترول هو شقفه من البوليفينول. شقفه. اوكي. يعني هي موليكيول، هي البوليفينول هي عيله كبيره فيها فوق ال 1000 موليكيول شيميك، من الموليكيولات في الريزفيراترول اللي هو انتي اوكسيدان. مش بس انتي اوكسيدان، عمل الهاله للنبيد
سميناها الفرنش بارادوكس بمحل معين، بس اكتشفنا هالموليكيول ريزفيراترول هي بتحكي، هي من اكثر الموليكيولات اللي بتحمي من امراض القلب، اللي انعطى مشان هيك انعطى الفرنش بارادوكس للنبيد وخصوصا الاحمر. اوكي، من ورا الفامي البوليفينول وال نحن بنعرف انه في انواع من العنب. مزبوط. البلاس، بزر، الاحمر، الابيض، الابيض الكمين، البلا بزر الصغير، كيف بننقي نوع العنب؟ هلا اجمالا في انواع، تنفسر للمشاهدين، في نوعين كبار من العنب، في العنب الديستيني يعني رايح للاكل بس، وفي عنب للتصنيع اللي هو للنبيد. اجمالا على عين الفرق بيناتهم انه العنب الطولي اجمالا بيكون شكله اكبر، العنقود اكبر والحبه اكبر بكثير من العنب الديستيني للنبيد. هيدا اول شغله. هلا صار في كثير تهجين للعنب، لانواع العنب وخصوصا للاكل. هلا صار في عندنا كثير فاريتي اصناف بلا بذر، كرمال يعني كرمال الكونسيومرز انه اجمالا ما في ناس ما بيحبوا البذر اجمالا وبصير بده يفقون قدام العالم ومانا منيحه، فنعمل الاصناف اللي بلا بذر. اوكي، بس الاصناف الطبيعيه اجمالا كانت كلها مع بذر. الانواع للنبيد انها بتكون الحبه اصغر، اوكي، بيكون العنقود كومباكت اكثر يعني مجمع على بعضه اكثر، ما بيكون مش البخبي مش منه كل حبه محل مثل مثل العنقود للاكل. كمان عم نشوف الصوره. ايه هلا رح نحن نرجع لهيدي الصوره للقطاف، طريقه القطاف العنب. أوكي. رح نرجع لهم هودي الصور. أوكي. لانه كمان في عنا طريقتين للقطاف، في كذا طريقه. اوكي. بس كنا عم نحكي عن العنقيد العنب، في عنا الابيض والاحمر كمان بنبيد، الابيض بنعمل منه نبيد الابيض أبيض. والاحمر بنعمل منه الاحمر والروزي. الروزي بس تنفسر للمشاهدين منه خليط احمر وابيض. كم بدي اسالك هيدا السؤال لانه كثار بيقولوا هيك. مزبوط، في كثار بيفكروا انه الروزي هو شو الفرق بين الروزي والاحمر؟ يلا بس تنفهم المشاهدين انه ما في نخلط نبيد ابيض مع نبيد احمر تيعطينا روزي. دغري نحن اذا بدنا نعمل كوكتيل فينا بالبيت بالبيت تبعنا فينا. مزبوط. بس بالقانون الشغل والعمل للسوق ما فينا نعمل، هيدا بالقانون المنظمة العالمية للنبيد. هي اول شغله. شغله ثانيه دغري بينقفل لانه بيعطي بس البيض الابيض والبيض الاحمر بيعطي لو روز بومبون بومبون فيها يعني لون منه طبيعي بنبيد فوشيا. مش فوشيا بس كيف الروز فيه هيدا اللي بيكون بس فاقع، هيدا بيجي اللون هيدا منه طبيعي، ما بيطلع معنا من العنب لحاله. سو البيض الاحمر والبيض الروزي الفرق بيناتهم، الاحمر بنترك القشره والبذره يخمروا مع العصير، بينما نبيد الروزي بعصر العصير باخذ بس اول زوم منه اللي هو بيكون نتفه صغير ملون. اوكي، وبتركه مش هيك بيطلع لونه فاتح، مش هيك بيطلع لونه فاتح. بينما نبيد الاحمر لازم اترك القشره والبذره معه تا يتخمروا وقت طويل ونسحب كل هالبوليفينول اللي هن اجمالا موجودين بالقشره وبالبذره، منه موجود باللب. اللب اجمالا بيكون لونه كثير ابيض على ترانسبارون، بالقشره وبالبذره لازم نلاقيهم هود البوليفينول. والبيتيون مع اي نوع من العنب بنعمل؟ البيتيون اجمالا بنعمل ابيض، يعني كل شيء كاتيجوري تبع الشامبان وبالجركي، يعني كل شيء في بولغاز بقلبه اجمالا بيكون نبيد ابيض. هلا في كم نبيد بالعالم بس صغار يعني منهم كثير معروفين بينعملوا من نبيد احمر، بس اجمالا كل شيء بيتيان بينعمل نبيد من عنب ابيض. اوكي، سو بنشوف كيف نقطف العنب ولا فينا نشوف كيف فينا نقطف العنب. العنب بنعرف في طريقتين للقطف، في الطريقه التقليديه اللي على الايد اللي كثير مستعمله بعد عالميا بنسميهم الشاتويات او الجران كرو، لانه الطريقه اليدويه المانويال بنسميها بتحافظ كثير على جوده العنب. في عنا الطريقه الثانيه اللي هي الفندانج ميكانيك، اذا فينا نشوف الصوره ما بعرف تفرجينا. في ماشين، في مثل تراكتور اجمالا زي ما نسميه، في له مثل اصابع حديد من جوا بفوت بالعريشه
اوكي بالعريشه بتفوت فيه يعني هو كثير عالي بفوت بالعريشه وهود الاصابع بخبطوا العريشه تيقشط العنقود والحبوب العنب وفي نوع من الاقشاط عم شوف كيف بفوت بصف العريش هذا مستعمل اكثر شيء بس يكونوا العريش مصفوفين على حيطان حديد يعني اوكي فهون في اشاط بياخذ العنب وبيرجع بكبهم بكميون ثاني هيدي الطريقه لانها ميكانيك فيها كثير تخبيط اذا بدنا نقول للعنب احيانا العنب بينجرح وبس ينجرح العنب اول عدو للعنب وللنبيد اجمالا هو الاكسجين بينزع الكواليتي تبع النبيد وثاني عدو هي البكتيريا والخمير الموجودين على القشره من برا لانه قشره العنب منه شيء معقم موجود بالحقل منه شيء معقم سو في عليه خميره وبكتيريا بفوتوا على قلبه ببلشوا التخمير من الحقل وهذا الشيء نحن ما بدنا اياه منه منيح ابدا اوكي بينزع فاذا اذا عندي كميه اذا عندي تزعت طبخه اذا عندي كميات كبيره اذا عندي كميات كبيره بدنا اوكي فينا نستعملها بنعمل بادوغام او مويان دوغام بنسميهم يعني نبيد مقبول مش الهاي اذا بدنا الهاي كواليتي اذا بدنا هاي كواليتي لازم نروح على الاطاف المانويال والاطاف المانويال بتعرفي بياخذ كثير رح ناخذ وقفه كثير صغيره ونرجع نتابع مع المشاهدين منتابع موضوعنا عن قطف العنب كنا فرجينا طريقتين لقطف العنب بعدين بدنا نحكي بس عن الطريقه التقليديه شوي صغيره لانه الطريقه التقليديه شفنا كم صوره الطريقه التقليديه في كثير عالم بتنطره يعني بتنطر هذا الايفنت وحتى صار في نوع من التوريزم نوع من السياحه على هول الايفنتات يعني فيهم يدعوا العالم يطلع حتى يقطفوا يعني في السنه في كذا سنه بس الشطويات بلبنان عم يدعوا العالم بيعملوا ايفنتات بيدعوا العالم يطلعوا يساعدوهم يطلعوا يساعدوهم بالقطف اكسبيرينس كثير حلوه هلا متعبه شوي صغيره بيكون في شوب بسهل بقى احيانا مزبوط. بيكون هذا بس كثير حلوه اجمالا اكثر شيء هي النسوان بيقطفوا بيكونوا حاملين المقصر بيقطفوا بيعبوا السطوله والسطوله بيكون في رجال حامل سله كبيره على ظهره بفضوا سطوله بالسله الكبيره وهيدي السله الكبيره بيروح بتتفضى بكميون مثل ما كنا شفنا هذيك الساعه على الصوره عم تتفضى بكميون تا يتجمعوا هيدي الطريقه ما كثير بتاذي العنب يعني بعدنا عم نهتم بالعنب بطريقه كثير سلسه عم ندير حبه العنب تما تنجرح ويصير في عنا بعدين لانه بدنا ننتبه شغله واحده كمان ليه منحدد تاريخ للقطف بطريقه مضبوطه؟ ليه منهتم بطريقه القطف؟ لانه ما في اعمل نبيت منيح بجوده عاليه اذا العنب ما كان عندي منيح، اذا من الاصل العنب منه منيح ان شاء الله بكون اشطر انولوج بالدنيا، اوكي؟ ما رح يطلع عندي نبيت جوده كثير عاليه، اوكي؟ قد ما حاول وقد ما زيد وقد ما طيف وقد ما شيل ما رح نقدر، فالمهم هي الكواليتي تبع جوده العنب من الاصل. واجمالا كمان بدنا نهتم بس شغله وحده صغيره ليه بتختلف اوقات يعني لما بتقولي لي مش كل سنه مثلا نفس الوقت 15 اب انا بدي اقطف لا في كثير عوامل بتاثر على القطاف بدنا ننتبه كتير. نوع العريشه من الاصل نعم. يعني هي العريشه كعريشه من الاصل يعني بين كابرني سوفينيون ميرلو سيرا هذا اللي بنسمعهم كثير كل وحده بتستوي بطريقه من طريقه الاستواء منها هي ذاتها هيدا شغله نوع التربه بياثر بس الاكثر شيء بياثر عوامل الطبيعيه تبع السنه يعني كيف كان الطقس قد ايه كانت الحراره قد ايه الرطوبه عندنا اياها كل هودي بياثروا يعني اذا كان عندي صيف اجمالا جاي حار وجاف اجمالا بيستوي العنب قبل من غير سنه اذا كان جاي عندي معتدل مع كمان ننطر 100 يوم تنقطف ولا قبل لا هون 100 يوم هي شوي صغيره قلت لك تقليديه اجمالا هون لا بدنا نعتمد على السكر بدنا نعتمد على الفصات المخبريه السكر السكر والحموضه تنقدر نحدد على بس بدي اسالك اخر سؤال عن النبيد الازرق النبيد الازرق اجمالا هو ما في شيء اسمه اتس فور فان يعني هي هو اتس فور فان انعمل ببلش باسبانيا طريقه تجربه جامعيه كانت وانطلقت العالم لقيته اوريجينال ايه لقيته اوريجينال بس هو حسب المنظمه العالميه للنبيد والكرمه ما فينا نسميه نبيد
لانه كل شيء بينزيد صبغه طعمه لون اوكي ما فينا نسميه سو البيض الازرق هو منه مصبوغ ايه مصبوغ ما في أوكي. ما في بالعنب ماده بتطلع لي هيدا اللون الأزرق. الازرق هي ماده كيف البلو كوراساو يعني ايه. المشروب اللي بنشربه تركواز لانه اللون ايه. تقريبا هي الماده هي ذاتها بتنحط اوكي اوكي بالبيض الازرق هو بيض ابيض قلباس تنحط الماده بصير لونه ازرق اتس فان اتس هيدا بس كرمال يعني علميا ومع المنظمه العالميه ما فينا نسميه بيض فينا نسميه ليكور فينا نسميه كوكتيل بدنا اياه فينا نسميه بس البيض ما فينا نسميه لانه منضاف عليه مواد دكتور يوسف الريس ميرسي على المعلومات ان شاء الله بنرجع بنتصرفك مره ثانيه ترجع تفسر لنا كمان اكثر عن العنب والمبيد ثانك يو مشاهدينا وقفه ومتابعه لايف